مشاهدي حلقتنا اليوم مميزة في المناسبة الأعز على قلوبنا وقلوبكم هي 18 ديسمبر. يعد اليوم الوطني مناسبة هامة لتعزيز وتثبيت مفاهيم وقيم الولاء والانتماء للقيادة ولهويتنا وتراثنا أيضا. نرحب بكم يوم الولاء والتكاتف والعزة اللي كلنا ننتظره، هذا هو جانا. تراحيل تشاهدونه يوميا من 8 وحتى 18 من ديسمبر الساعة 8 مساء مباشرة على قناة الريان.